نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن نصر عباس. منورنا كابتن، مبروك للنادي الاهلي. تحياتي كابتن نايم، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، وكابتن علي الرحمن، وكابتن ملاح. نورنا كابتن، مبروك يا كباتن، مبروك النادي الاهلي وهارد لك لنادي الداخليه كابتن ايمن. سريعا، واحنا كنا اتكلمنا على طاقم التحكيم قبل المباراه وقلنا مصطفى عثمان اول مباراه ليه هذه المباراه، في ايجابيات وفي بعض ما يجب تطويره في اداء الحكم. من خلال الحالات كابتن ايمن النهارده بنقول عنوان هذه المباراه اللي هي مخالفات لمس الكره بالايد يا كابتن عادل، ودي اللي كانت الغالبه على المباراه النهارده. مع الحالات هنشوف اداء مصطفى عثمان مع محمد عزازي مع محمد مجدي سليمان مع العتباني رابع مع وائل فرحان على الفار ومحمود ابو رجال. نروح للحاله الاولى كابتن ايمن معانا ونشوف الحاله التحكيميه المهمه. نشوف الحاله ديت، وهنا مطالبه من لاعبي النادي الاهلي بمخالفه لمس الكره باليد وركله جزاء، وهنا بنشوف المخالفه مصطفى عثمان هنا واقف. هرجع بس سامحني عشان دي حاله، لا هرجع من ناحيه الركله الركنيه الاول، معلش الاول خالص عشان نقول النهارده المفروض الحكم كان يعمل ايه يا كابتن اسامه. ده مهم جدا في الركله الركنيه من اول خالص، من اول الحاله، من اول الحاله خالص. بس نقف ارجع تاني، معلش يعني النهارده في حالات هنا كابتن بنتكلم في ايه. انا كحكم في الموقف دوت يقول للحكام لابد انك انت تتحرك وهي بتتلعب، لابد انك انت تاخد جري جانبي مظبوط يمين وشمال لحد ما تشوف الكره هتنزل فين. ليه الجري يمين وشمال ده؟ بيديك رؤيه واضحه جدا للحاله. ما ينفعش يا كابتن شريف انا اقف في الوضعيه ديت وهبص واشوف القرار، ما ينفعش. تمام، خلاص النهارده تحكيم بقى حديث. انا بكلم مصطفى عثمان النهارده حكم، النهارده قدم مباراه كويسه، ولكن كان الافضل في اللعبه ديت كان يجي ناحيه اليمين هنا يا كابتن، هيجي هيلاقي هنا الايد واضحه جدا جدا، هنا الايد خارجه خارج نطاق الجسم، وبالتالي مخالفه لمس الكره بالايد وركله جزاء كانت موجوده، ولكن القرار هنا ما كانش موجود من الحكم. نيجي نشوف وائل فرحان، هو كان النهارده على الفار، نشوف تاني اللعبه هنا، نشوف لاعب نادي الداخليه، نشوف بس اسامه علي بيرتقي وبيلعب براسه، وبالتالي هنا الايد هنا خرجت خلاص، حفظنا هنا المخالفه موجوده ولكن القرار ما كانش موجود من الحكم. نروح للفار نشوف الفار جاب له ايه. الفار جاب له افضل لقطه اللي هي ايه، البوينت اوف كونتاكت، لحظه لمس الكره بالايد، وبالتالي هنا قرار صحيح من وائل فرحان وقرار صحيح من مصطفى عثمان. الحاله دي بتكلم على مجدي، محمد مجدي سليمان. هقف بس نشوف كابتن، ده الهدف الرابع. شوف امام عاشور هنا، ونشوف هنا ساب الكره لعمر كمال عبد الواحد. هي دي حاله، ودي ميزه ان اللاعب يبقى فاهم قانون التسلل. ميزه ان اللاعب يبقى فاهم قانون التسلل ليه يا كابتن؟ ليه؟ هرجع للعبه من الاول خالص ونشوف امام تصرف امام عاشور هنا. نشوف هنا امام عاشور راح، تمام، ايا كان هي تسلل او تسلل، ولكن انا هفترض ان امام عاشور كان في التسلل، هفترض ان هو كان في التسلل، تمام، وراح لعب الكره ديت، كان عمر كمال جاي من ورا. شوف ذكاء ومهاره وفهم امام عاشور عمل ايه. نشوف ونمشي واحده واحده، وقف خلاص، ولا تداخل في اللعب ولا تداخل مع المنافس ولا اثر على قدره المنافس، تمام يا كابتن ايمن. تمام. هنا انا بحيي امام عاشور في اللعبه ديت. ليه بس؟ عشان دي مهمه قوي، لان هو النهارده لو كان في موقف تسلل ولعب الكره ما كانش الهدف دوت هيتحسب. فانا شايف ان الهدف ده تميز الحكم المساعد محمد مجدي سليمان، وتميز من امام عاشور في ان هو وقف وخلى عمر كمال يكمل في اللعبه. الحاله بعد كده نشوف الحاله اللي جايه، ودي حاله من الحالات المهمه جدا من اول خالص. هنا محمد عزازي من الحكام، نقف بس هنا، احمد بدر فين يا كابتن؟ موجود في موقف تسلل، ودي لعبه صعب انك انت تعدي عليك دي يا محمد، ده انت مساعد كبير قوي قوي قوي، يعني لعبت ماتشات كبيره. هرجع تاني بس للحاله، معلش سامحني، نرجع بس هقف نتكلم بس شويه. هنا محمد عزازي، استحاله محمد عزازي تعدي منه الحاله ديت يا كابتن ايمن، استحاله والف استحاله. بص هنا احمد بقدر في موقف تسلل بكام يارده؟ بتقريبا بثلاث اربع ياردات، ولكن هو ما ربطش ما بين محمد هاني تقريبا واحمد بقدر. احمد بقدر هنا جه من موقف تسلل تدخل في اللعبه، وبالتالي هنا تسلل، هو هنا ما رفعش، وبالتالي هنا احمد كمل جون
الفار بيراجع طبعا، راجع الكره لقى ان الكره تسلل. الحاله دي مطالبه ايضا بمخالفه لمس الكره بالايد، ونشوف هنا هل في مخالفه يا كابتن ولا لا. هنا عبد المنعم بيلعب، وهنا وضع الايد خلاص. انا كمدافع دي وضع ايدي طبيعي، تمام يا جماعه لازم نقول كده. هنا ايد ما خرجتش، وبالتالي هي الكره اللي راحت اصطدمت في الايد. وضع ايد المدافع هنا وضع طبيعي، وبالتالي استمرار اللعب كان قرار متميز من مصطفى عثمان، مفيش اي مخالفه. اللعبه الثانيه هنشوفها مطالبه بلمسه كره باليد ثاني داخل الصندوق، نشوف يا كابتن هنا الايد فين يا كابتن؟ جنبه. هنا جنبه خلاص حفظنا، وهنا مصطفى اشار باستمرار اللعب، مفيش مخالفه، والقرار هنا ايضا كان قرار صحيح. نشوف هنا الايد في الجنب، وده طبيعي ان هو يعني ما خرجش ايديه، وبالتالي هنا قرارين ورا بعض نجح فيهم الحكم في عدم احتساب مخالفه لمس الكره بايده، وكان القرار صحيح. هختلف مع الحكم في اللعبه دي قوي، لعبه مهمه قوي قوي. هنا بنقول الحكام هنا حسين الشحات، هل في مخالفه لمس الكره بالايد عليه؟ نشوف حسين الشحات هنا بيستلم في داخل منطقه جزاء ملعب الداخليه، نشوف هنا سند بصدره ونمشي، كره نزلت، كره نزلت خالص، تمام، نمشي نمشي نمشي، الايد هنا ما جاتش اطلاقا مع الكره، وبالتالي نمشي بقى، نمشي كمان نمشي، بس هاجي هنا، معلش سامحني بس لا نرجع بس للعبه يا جماعه عشان اوضح نقطه مهمه. انا بقول هنا ايه الحل، بس هقف 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 هقف، انا هنا دي لعبه خطيره كده، سيب الفار يديها له. نعم سيب الفار يديها له، بس برافو عليك، ده اللي انا عاوز اقوله. مصطفى عثمان سيب اللعبه تمشي، مفيش مشكله، لان هي ممكن يجي منها هدف، والفار معاك بيراجع، لو فيها لمسه تسديد هيرجعك، ولكن انا لو الكره دي كانت هدف بقت مشكله، انا صفرت قبل الكره ما تسجل هدف. انا شايف هنا مفيش مخالفه لمس الكره بالايد على حسين الشحات. طيب نروح للحاله المهمه واللي جايه هنا. مصطفى يعني انت ماشي كويس، ماشي سهل، وانا النهارده مفترض ماشي سهل، المفروض قراراتي كلها تبقى يعني بنسبه كبيره صحيحه. شوف هنا امام عاشور والدخول ومن مسافه، والراجل جاي انذار، مفيش فيها كلام، انذار مستحق هنا، لابد ان هنا كان يشهر، ولكن للاسف هو احتسب المخالفه فقط ولم يشهر البطاقه. الحاله اللي جايه ونشوف هنا جايب الهدف دوت، عشان نقول ان هنا هدف سليم لامام عاشور، مفيش فيه شبه تسلل، هدف سليم وهدف رائع وتميز من الحكم المساعد. الحاله اللي بعد كده نشوف الحاله اللي بعد كده، خلاص هدف سليم، نشوف الهدف دوت، وهنا لعبه مهمه جدا 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 جدا. طبعا هي ما جاتش هدف، ولكن انا عايز اشوف محمد مجدي هنا بعد ما اللعبه انتهت هنا اشار على التسلل. طب هل هنا في تسلل؟ لا. نقف نرجع تاني بس السنه، لحظه اللمس هي كره كده طلعت بس كمان، معلش سامحني عشان بس ما نظلمش الحكم المساعد، هي طلعت. طيب تمام كده، تمام. طيب انا شايف هنا كابتن هنا دي لعبه متغطيه برقم اللي هو اللاعب اللي هو على يمين امام عاشور، وهنا كان لو كان جه جون اعتقد كان هيبقى في مراجعه من الفار، لان دي حاله من الحالات الصعبه. ولكن محمد كان تمركزه ما كانش قريب من اخر تاني مدافع. صحيح. بشكل عام بقول محمد مجدي سليمان عمل ماتش كويس مع وائل فرحان مع طاقم التحكيم كله، مفيش نقاط مؤثره نتيجه ال 4-0 اللي هي النادي الاهلي فاز بيها. نتمنى ان شاء الله 4-1 4-1 الماتش اللي جاي التحكيم يمشي بشكل كويس. شكرا جزيلا كابتن نصر، امتعتنا كالعاده. الله يخليك. كده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والداخليه في الجوله رقم 29 للدوري المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت فوز النادي الاهلي على الداخليه 4-1 عن جداره واستحقاق، والفوز رقم 11 على التوالي للنادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، توفيق المباريات القادمه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم مبروك للنادي الاهلي، وشكرا كابتن شرفتنا. شكرا كابتن ايمن، ومبروك نجم المباراه. المباراه الجايه ان شاء الله. قول يا كابتن شريف. اتفضل يا كابتن شريف. قول يا كابتن اسامه تعبتنا. يا لا اشكره وقول له مين نجم المباراه يا كابتن محمد. سريعا. ايوه ايوه. شكرا اشكرك واقول نجم المباراه. اشكرك نتيجه وامتاعا واداء وكل حاجه. امام عاشور ان شاء الله يا كابتن. كابتن عادل شكرا يا كابتن شرفتنا. الاجابه امام عاشور. ان شاء الله. وشكرا. كابتن اسامه شكرا يا كابتن شرفتني. شكرا. وحسين الشحات عمل ماتش كبير جدا. ماشي. لكن امام عاشور نجم المباراه. كابتن احمد بيه شكرا يا كابتن شرفتني. شكرا كابتن مين؟ ايه؟ ماتش جاي نجم المباراه. ايوه. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. استوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وورقه حياتي.